إن معركة الكرامة شكلت نقطة انقلاب بين اليأس والأمل ونقطة تحول في التاريخ النضالي العربي، وتأشيرة عبور القضية الفلسطينية لعميقيها العربي والدولي. على أرض الكرامة معركة استمرت لمدة 16 ساعة، بس ما كانتش أي معركة، دي فشل فيها جيش الاحتلال إنه يحقق أي هدف من أهدافه، فخرج منها خسران ماديا ومعنويا وبلا كرامة، فكانت معركة الكرامة أول انتصار عربي على الكيان الصهيوني، وبسببها أصبحت سنة 1968 هي سنة استرداد كرامة الشعوب العربية وقوتها العسكرية، المعركة الشاهدة على أن التلاحم العربي الفلسطيني هو قائد النصر على جيش الاحتلال، واللي شكلت نقطة تحول كبير لتاريخ العسكرية العربية بشكل عام وللفدائيين بشكل خاص. فبعد ما التحم الجيش الأردني مع الفدائيين الفلسطينيين وتصدوا لقوات الاحتلال الصهيوني، فكانت نتيجة الالتحام القوي ده إنهم أجبروا قوات الاحتلال على الانسحاب الكامل منها، فطلب الكيان ولأول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي وقف إطلاق النار يوم المعركة. صديق المشاهد، لو عاوز تعرف أكتر عن معركة الكرامة وتكتشف بنفسك إيه هي تفاصيل اليوم العظيم ده، يبقى لازم تتابع معانا الفيديو للآخر. بس قبل ما نبدأ حلقتنا، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. أيها المواطنون، مبدئيا كده يا صديقي، بعد هزيمة الجيوش العربية في نكسة 1967 بتسع شهور بالضبط، حاولت قوات الجيش الإسرائيلي يوم 21 مارس سنة 1968 احتلال الضفة الشرقية لنهر الأردن من كذا محور، لكن الجيش الأردني اتكاتف مع الفدائيين الفلسطينيين وسكان قرية الكرامة ومنطقتها وتصدوا ليهم، ومن هنا بدأ التوتر بين الجانبين. وخلينا نقول ان قبل النكسة واحتلال اسرائيل للضفة الغربية من نهر الاردن، كان اصلا النهر تابع للمملكة الاردنية الهاشمية بعد حرب 48، وفي وقت الهجمات المنظمة للفدائيين في معركة الكرامة حصلت صدمات عسكرية متكررة بين الجيشين الاردني والاسرائيلي على طول نهر الاردن، فكانت نتيجته حدوث 44 اشتباك بالمدفعية والقصف الجوي والدبابات والاسلحة المختلفة من يوم 5 يونيو سنة 67 لحد يوم معركة الكرامة. واللي حصل بالظبط انه في بداية سنة 1968 هددت اسرائيل بعمل مضاد لو استمرت نشاطات الفدائيين الفلسطينيين عليهم، وقامت بتكثيف نشاط الدوريات الصهيونية من يوم 15 ليوم 18 مارس، يعني قبل المعركة الفعلية بكام يوم، وكانت بتقوم بدورياتها بين جسر الملك حسين وجسر دامية، وعملت طلعات جوية لطياراتها فوق وادي السلط في الاردن لانها كانت بتمهد لهجوم اكبر منه. وبالفعل قامت إسرائيل بهجمات كتير من القصف الجوي والمدفعي على طول الجبهة الأردنية استمرت لأسابيع، وابتدت المعركة الساعة 5:25 دقيقة من فجر يوم الأحد الموافق يوم 21 مارس سنة 1968، وشنت قوات الاحتلال هجوم كبير على الضفة الشرقية لنهر الأردن، امتد من جسر الأمير محمد في الشمال لحد جنوب البحر الميت، وكان هدف الهجوم حسب ما أعلنت إسرائيل وقتها هو القضاء على مواقع الفدائيين الفلسطينيين في مخيم الكرامة. فكانت المعركة دايرة في كل اتجاه من الجو والبر، وده لأن الجيش الصهيوني حشد 4 لواءات لتنفيذ المعركة، كانوا لواءين مدرعين ولواء المظليين 35 ولواء المشاة 80، وبتدعمهم وحدات من المدفعية الميدانية ووحدات هندسية عسكرية وتغطية جوية ب4 أسراب نقالة، إضافة لعدد من المروحيات بتنقل كتيبة مشاة مع معدتها. أما الجانب العربي فكانت وحدات رصد حركة فتح بتراقب تحركات القوات المعادية ودرست قيادتها، وعليه رتبت التدابير اللي المفروض هتاخدها، وبالأخص الانسحاب من المواقع المستهدفة من جانب العدو علشان الضربات ما تصبش أي حد فيهم وتيجي في الفراغ. ودي يا صديقي كانت مبادئ قتال الحرب الشعبية علشان القيادة الأردنية تاخد استعداداتها وتتصدى للعدوان الصهيوني. وبالرغم من أن إسرائيل أعلنت أنها هتقوم بالهجوم لتدمير قوة المقاومة، إلا أنها كانت توصل ليهم معلومات مضللة، والمخابرات الأردنية قبل أيام من المعركة اتبين ليهم إن معلوماتهم مش صحيحة من الوثائق اللي وصلت لهم. ولما حشدت إسرائيل قوات الاحتلال على مرتفعات مدينة البلقاء الأردنية وقربت من العاصمة عمان وضمت أجزاء جديدة من الأردن وحولتها لجولان تانية علشان يتخلصوا من الهجمات المستمرة اللي كان بيقوم بيها الفدائيين، كان هدف إسرائيل إنها تسعى لإرغام الأردن على قبول التسوية والسلام اللي هتفرضه إسرائيل عليها الشروط اللي هي عايزاها، واللي كان من ضمنها انها تحتل مرتفعات السلط الموجودة في شرق نهر الأردن وتحولها لحزام أمني ليها،
لكن المقاومة كانت منتظراهم وحصلت بينهم المواجهة داخل محيط بلدة الكرامة الأردنية الصغيرة في غور الأردن شمال البحر المميت. ولحد ما دارت المعركة اللي كانت أول غزو إسرائيلي كبير لأراضي عربية من وقت نهاية حرب 1967 بين القوات الإسرائيلية الغازية ومجموعة مشتركة من مقاتلين فلسطينيين فدائيين وقوات من الجيش الأردني. وبعد 16 ساعة من القتال انتهت المعركة وفشلت إسرائيل في تحقيق أي هدف من أهدافها على جميع الأصعدة، وخرجت من المعركة خسرانة ماديا ومعنويا وبدأت في الانسحاب. والأول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي تطلب إسرائيل وقف إطلاق النار الساعة 11:30 بالليل، لكن الملك حسين ملك الأردن رفض طلبهم وأصر على عدم وقف إطلاق النار طالما لسه في جندي إسرائيلي واحد موجود في شرق النهر. وده كان تصرف رائع يحسب للشعب الأردني ورئيسه، اللي كتبت عنه صحيفة نيوزويك الأمريكية بعد المعركة: لقد قاوم الجيش الأردني المعتدين بضراوة وتصميم، وإن نتائج المعركة جعلت الملك حسين بطل العالم العربي. والحقيقة يا صديقي أنه على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي نجح في تدمير قاعدة الفدائيين في الكرامة، إلى أنه تكبد فيها خسائر فادحة مقارنة بخسائره في الحروب السابقة. والأحلى من كده بقى أنه اللي حصل ده كان على إيد الفدائيين اللي كان تسلحها لا يذكر مقارنة بالعدو، وده لأنهم بيمتلكوا سلاح لا يشترى بمال الدنيا، وهو سلاح الشجاعة والإيمان بنصر الله. فلو عملنا مقارنة بين حجم القوة العسكرية الإسرائيلية المعتدية اللي بتمتلك دبابات ومجنزرات وغطاء مدفعي وسلاح جو، وبين الفدائيين اللي كان عددهم 300 مسلح وكانوا بيحاربوهم بأسلحة فردية بسيطة منها الأسلحة الرشاشة والألغام المضادة للدبابات ومدفعين هاون وواحد رشاش دوشكا، وتكون نتيجة المعركة في النهاية انتصار الجيش الأردني وحركة فتح مع المقاومة الفلسطينية على الجيش الصهيوني، فمش هنلاقي حاجة نقولها غير إنه انتصار عربي عظيم يشهد له التاريخ، لأنهم اتسلحوا بإرادة القتال والصمود وهم كلهم إيمان بأنهم بيقاتلوا من أجل قضية عادلة في حصولهم على الحرية والاستقلال الوطني. وهنا عايزين نقول حاجة مهمة قوي، ألا وهي إن معركة الكرامة كانت بمثابة نقطة تحول كبيرة لحركة فتح والمقاومة الفلسطينية اللي حربت باستبسال ضد الجيش الإسرائيلي الجبار وألحقت به الخسائر الفادحة. فعلى الصعيد العربي كانت معركة الكرامة نوع من استرداد جزء من الكرامة اللي فقدتها القوات المسلحة العربية في حرب 67 اللي استولت فيها إسرائيل على أراضي سيناء المصرية والضفة الغربية وقامت بضم القدس والجولان لحدودها. وعلى الصعيد الآخر من المعركة فشل الكيان الصهيوني في تحقيق أهدافه العسكرية والاستراتيجية، فانهارت كرامته وخمدت معنوياته وزاد خوفه بسبب عدد الخسائر اللي لحقت بيهم سواء من جيوشهم أو من معداتهم. فانسحب الاحتلال لأول مرة من المعركة بعد ما خسر 250 قتيل صهيوني و450 جريح وعشرات من الدبابات والآليات وسبع طيارات مقاتلة، وفي المقابل استشهد 68 أردني و108 من الجرحى وعشرات من الآليات، فده شيء لا يقال عنه سوى انه شرف لكل عربي. وعلى الرغم ان الجيش الاردني بجنوده ودباباته ومدفعيته لعب دور رئيسي في المعركة، الى ان حركة فتح والمقاومة الفلسطينية هنا هي اللي استحوذت على صيت المعركة وصورتها بانها مثال على الصمود. وده كان واضح من كم طلبات التطوع في المقاومة وخاصة من المثقفين اصحاب الشهادات العليا، وواضح من التظاهرات الكبيرة اللي قابلوا بها شهداء معركة الكرامة في المدن العربية اللي اتدفنوا فيها، والاهتمام الزايد من الصحافة الأجنبية بالمقاومة. ولو جينا نروح لتحليل الكتاب والسياسيين لمعركة الكرامة اللي قالوا عن القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية إنهم كانوا بيخططوا للمعركة من شهور، مش زي ما ادعوا إنهم أخذوا القرار بشن الهجوم قبل أيام من المعركة، وكانت حجتهم إن مجموعة من الإرهابيين المخربين قاموا بعملية تفجير شمال إيلات ومات فيها بعض من الأرواح وعشرات من المصابين. فالكيان الصهيوني كان قبل المعركة بيقصف القرى الأردنية بالطيارات يوميا، لحد ما وصل بيهم الأمر بأنهم في يوم قصفوا عربية عسكرية أردنية في منطقة قريبة من أم قيس استشهد فيها عدد من الضباط والجنود الأردنيين، وكان من بينهم الشهيد الرائد منصور كريشان. واللي أكد الحقيقة دي هي التقارير الاستخباراتية الأردنية اللي كانت بترصد وبتتابع تحركات العدو بحجمه العسكري الكبير اللي كان بيزيد عن 30 ألف مقاتل مع كل المعدات والتجهيزات العسكرية على طول الحدود الأردنية، ومن المؤكد أن كل التحركات دي هتحتاج منهم أسابيع لتجهيزها مش أيام، بالإضافة لتقديم الصهيون شكاويهم ضد الأردن للأمم المتحدة بسبب العمليات التخريبية الفدائية اللي بيقوموا بيها ضدهم، واللي كانت بهدف التمهيد لتهيئة الرأي العام الدولي لقبول الخطوات العسكرية الاحتلالية اللي هيقوموا بيها اتجاه الأردن.
إلى جانب إن كان في تواطؤ من ضابط الاستخبارات البريطانية في السفارة البريطانية بعمان، وده كان واضح من البرقيات والتقارير اللي كانوا بيبعتوها لندن، والكلام ده اتعرف بعد سنين من المعركة. ففي سنة 1998 اتنشر في الأرشيف الوطني البريطاني تقرير كان مكتوب فيه: من خلال استطلاعنا وتحليلنا للمعلومات أجد أنه من الواضح أن الجيش الأردني يتعاون بشكل كبير وعلني مع حركة فتح الفلسطينية المتواجدة على حدود شرق الأردن. وده كان في حد ذاته تحريض واضح على ضرب الجيش الأردني وتأييدهم للهجوم الإسرائيلي. وقبل ما يحصل يوم الكرامة استخدم العدو الصهيوني سياسة الحرب النفسية وسماها بخطة جهنم، وكان هدفها انه يحصل تغيير في آراء وعواطف وسلوك القادة والجنود من أبناء القوات المسلحة الأردنية، وكمان التأثير في مشاعر وسلوكيات أفراد المقاومة من الفدائيين وكذلك المدنيين من السكان. فقامت طيارات العدو الإسرائيلي صباح يوم 21 مارس اللي هو يوم معركة الكرامة برمي آلاف المنشورات الورقية فوق منطقة السكان المدنيين في منطقة الكرامة والأغوار على طول الحدود الأردنية، وبعدها قامت بالبث الإذاعي على شكل نداءات متكررة متوجهة للأردنيين، وكان بيتقال فيها: إلى سكان الأردن، إن العملية التي يقوم بها جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقتكم موجهة ضد المخربين الذين يحاولون الضرر بكم وبإسرائيل. ليس لدينا أي شيء ضد المواطنين الآمنين الذين يودون العيش في سلام. لا تمدوا يد العون أو المساعدة للمخربين، فالمخربين هم أعداءكم، اطردوهم من مناطقكم. ومش بس كده، دول كمان كان بيرموا منشورات كتيرة بتخاطب الجنود الأردنيين علشان تبث بينهم وبين الفدائيين الفتنة والتنازع. لكن في النهاية كل العمليات النفسية بتاعتهم دي باءت بالفشل وما حققتش أهدافها المزعومة. ده غير إن الصحفي البريطاني آلان هيرت اللي كان من ضمن صحفيين حرب الصهيونية وحذروا الغرب من خطرها ومخططاتها الاستعمارية وكاتب سيرة ياسر عرفات، هنلاقيه ذكر شيء للتوثيق التاريخي لما قال إن ياسر عرفات بلغه قبل ما تبدأ المعركة ب 48 ساعة إن اللواء عامر خماش رئيس هيئة الأركان الأردني طلب مقابلته مع قادة الفصائل الفلسطينية المقتلة. وبالفعل راح ياسر عرفات وكان معاه صلاح خلف السياسي الفلسطيني المعروف بأبو إياد، ولما قابلوا اللواء عامر خماش بلغهم عن الاستعدادات الإسرائيلية لشن هجوم على طول الجبهة الشرقية بعد يومين، والهجوم الرئيسي هيكون على جسر الملك حسين علشان يوصل العدو منه لمنطقة الكرامة ويسحق المقاومة ويوصل بعدها لمنطقة مرتفعات السلط. طلب اللواء من ياسر عرفات وأبو إياد الخروج من منطقة الكرامة لخوفه عليهم من الإبادة، وأكد ليهم إن الجيش الأردني هيقوم بتغطية خروجهم وتأمين وصولهم. لكن ياسر عرفات رفض وبلغ اللواء خماش إن قرار فتح هو الثبات وعدم الخروج. فطبيعي بعد كل ده إننا نكون متفقين إن معركة الكرامة إدت معنى جديد للمقاومة وبانت بشكل كبير في المظاهرات المؤيدة للعرب والهتافات المعادية اللي أطلقها الجماهير بعد معركة الكرامة بشهر ونص تقريبا قدام وزير خارجية إسرائيل أبا إيبان اللي سمع آلاف الأصوات بتهتف في وشه عاشة فتح أثناء زيارته للنرويج والسويد. وعلى الرغم من اختلال ميزان القوى العسكري إلا أن إرادة الصمود في مواجهة عدوان جيش الاحتلال قادتهم لتحقيق النصر على الجيش اللي كان بيتقال عنه إنه الجيش الذي لا يهزم. وبعد ما انتهت المعركة ظهرت ردود أفعال كتيرة كان أهمها رأي رئيس أركان الجيش الأردني الفريق مشهور حديث الجازي اللي قاد معركة الكرامة وقال: أقول بكل فخر إنني استطعت تجاوز الخلاف الذي كان ناشئا بين الفدائيين والسلطة الأردنية، فقاتل الطرفان جنبا إلى جنب كقوة موحدة تحت شعار كل البنادق ضد إسرائيل، فكانت النتيجة مشرفة. أما رئيس الأركان الإسرائيلي حايم بارليف هنلاقيه في حديث لي بيقول إن إسرائيل فقدت في هجومها الأخير على الأردن آليات عسكرية تعادل 3 أضعاف ما فقدته في حرب حزيران، وإن عملية الكرامة كانت فريدة من نوعها ولم يتعود الشعب في إسرائيل على مثل هذا النوع من العمليات. وهنا يا صديقي كان القصد من كلامه إن جميع العمليات اللي قاموا بيها كانت بتسفر عن نصر حاسم لقوتهم. فخلينا نقول إن معركة الكرامة بتشكل لحظة تاريخية مضيئة لازم تفضل حية في ذاكرة الشعب الفلسطيني وفي ذاكرة الشعب الأردني الشقيق اللي شاركوا في لحظة الانتصار على العدوان، وفي ذاكرة الأمة العربية علشان تفضل شرف ليها وحافز لنهوضها وتحقيق وحدتها قصاد كل أشكال العدوان. وقبل ما نختم معاك الحلقة يا صديقي هقولك إن كان رأي رئيس أركان القوات المسلحة في الاتحاد السوفيتي المارشال جيرشكو في معركة الكرامة إنها شكلت نقطة تحول في تاريخ العسكرية العربية. وبكده تكون خلصت حلقتنا، هستنى رأيكم في التعليقات
وما تنسوش تقولوا لنا عاوزين مواضيع ايه نعرضها في القناة، وتشوفوا المواضيع اللي فاتت، وتستنوا المواضيع اللي جاية، وتعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.